مساء الخير. بيضتها العاصفة نانسي وكللت الثلوج معظم جبال لبنان يلي بيوصل ارتفاعها ل 1400 متر وما فوق، وتحولت الشوارع لمستنقعات غرقت فيها السيارات ودخلت المياه للمحلات التجارية والبيوت خصوصا بمنطقة صيدا، ودفع الجو العاصف بصيادي الأسماك لملازمة منازلهم وسكر مرفأ المدينة التجاري أمام الملاحة البحرية بسبب الأمواج العالية اللي وصلت لخمس أمتار. أما بطرابلس تحولت الطرقات لبحيرات ودخلت المياه للمحلات التجارية والبيوت بسبب عدم قدرة مسارب المياه على تحمل كميات الأمطار المتساقطة، وببيروت تحولت الأوتوسترادات الساحلية لأنهار صغيرة غرقت فيها السيارات وعلقوا المواطنين لساعات بعجقة السير. وغطى الأبيض قمم جبالنا والثلجات ببشروا بموسم تزلج عامر السنة، وبلشوا أهالينا بجبال يحضروا لموسم تزلج افتقدوا السنة الماضية. وبالعودة لطقسنا، انحسر المنخفض الجوي نانسي تدريجيا عن الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، وحل مكانه طقس مستقر نسبيا مع انفراجات واسعة وتكون جليد فوق الجبال بالليل وساعات الفجر. رطوبة عالية، الهواء متوسط السرعة، أما البحر معتدل ارتفاع الموج وحرارة مياهه 22 درجة. الليل طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع استقرار بدرجات الحرارة، ومنحذر من خطر تكون الجليد على المرتفعات خلال الليل. لبكرة طقسنا غائم جزئيا مع بقاء درجات الحرارة منخفضة خصوصا فوق الجبال يلي بيؤدي لتكون الجليد بالمناطق الجبلية بساعات الصباح الأولى. بالنسبة لمجموع المتساقطات من أيلول لحتى اليوم ببيروت فوصل ل 321.8 ملم، والسنة الماضية 37.8 ملم، والمعدل العام هو 146 ملم. وهلأ نبقى بجولة على درجات الحرارة يلي رح تسجل الليلة على الساحل، إذا عم بتسجل 11 وبالبقى 5 على المرتفعات 8 ودرجة تحت الصفر بالأرز. أما كيف رح تكون درجات الحرارة اللي رح تسجل لبكرة ببعض المناطق اللبنانية؟ ونبدأ تحديدا من القلمون 8، راشانة 16، ومن بعد الجمهور 19، لبعة 19، عنقون 19، مارون الراس 14، وقعقعية الجسر 13، رياء 12، وجرود عرسال 11، والهرمل 16 درجة. بالنسبة للرطوبة بتتراوح بين 85%، حرارة سطح الماء 22 درجة، وسرعة الرياح بين 15 وال 35 كيلومتر بالساعة، والرياح جنوبية غربية. أما كيف رح يكون الطقس لليلة واليومين اللي جايين نشوفهم سوا. الليلة بتوصل ل 11 وبكرة بتتراوح بين 11 و 19 درجة، ونهار السبت بين 12 و 19 وما في هطول الأمطار. وهلا بنبقى بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. فإذا صنعاء 25، القدس 13، ودمشق 15 درجة، ومن بعدها تونس 25، طرابلس 29، وأخيرا برلين 3. وهيدا كان طقسنا لليلة. أما هلأ بترككم تابعوا آخر وأهم أخبارنا.